تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق الدورة 10 للمؤتمر الوطني للطرق من 24 إلى 26 شتنبر 2018 بمدينة الحسيمة جوهرة المتوسط، وذلك تحت شعار شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة. وستشكل هذه الدورة فرصة أمام خبراء الطرق المغاربة والأجانب لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول آلية استثمار مبتكرة من أجل تطوير قطاع الطرق.